صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل إن تكون حملت لكم مع كل الأخبار الحلوة لنهاركم. شو نصايح أبراجنا الـ 12 لليوم رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. مهنياً بتعقد اليوم صفقات واتفاقات جديدة وبتحصل من خلالها على أرباح مالية. أما عاطفياً حاول تكثر لقاءاتك مع الشريك تتعرف عليه أكثر، وخاصة إذا بعد علاقتك جديدة فيه. أما صحياً خفف من تناول الأكل الدسم من المقالي بشكل خاص. منوصل لبرج الثور. مهنياً ممكن تلاقي حالك بموقف ضعيف قدام زملائك، كما أنه بيزعجك تصرف بعضهم تجاهك، فبنصحك تأجل موعد المفاوضات إذا كنت مقرره اليوم تتصفوا النوايا قبل ما تفوتوا بأي مشروع جديد. أما بالحب أيها الثور، ما تخلي التدخلات الخارجية تأثر على علاقتك بالشريك، بالعكس كون إنسان هادي وتصرف بحكمة أكتر. منكمل مع برج الجوزاء. مهنياً بتكون اليوم أكثر تساهلاً مع زملائك بالعمل، وبتحاول تساعدهم ببعض المهمات الصعبة. أما عاطفياً ما تخلي كل أحاديثك مع الشريك محورة مشاكلك العائلية، لأنه بالمقابل في كتير مواضيع بتخص علاقتكم لازم لها مناقشة. السرطان. مهنياً أنت نشيط وعم تشتغل من كل قلبك وعم تقدم الدعم للي بيطلب المساعدة منك. عاطفياً حاول تقنع الحبيب بوجهة نظرك ببعض الأمور، لكن هيدا الشيء ما بيمنع تسمع وجهة نظره كمان. أما صحياً جسمك بحاجة ليرتاح من التشنجات يلي مسيطر عليه، فحاول تقصد الطبيب المختص واطلب استشارته. نوصل لبرج الأسد. مهنياً لحسن الحظ بيرجع كل شيء لوضعه الطبيعي، وبتتحسن علاقتك مع زملائك بعد سوء التفاهم يلي صار من فترة بيناتكم. أما عاطفياً بتفتح قلبك للشريك وبتصارحه بأفكارك ومشاعرك وبتتناقشوا بالمواضيع المهمة الخاصة بمستقبلكم سوا. أما مولود برج العذراء. مهنياً بتكون موتر بأول النهار، بس بتتحسن حالتك بعد الظهر وبتبلش تتفاعل مع زملائك وبتقدم اقتراحات مهمة لتحسين وضع الشغل. أما عاطفياً حاول تبعد عن الغيرة والشك، وإلا أنت معرض أنك تخسر شريكك بأي لحظة. الميزان. مهنياً بتجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكائك عدة شركات بعد ما تعرفوا عليك خلال إحدى الندوات، وبيكون عندهم عروض لإلك كتير مهمة بتخص مستقبلك. أما عاطفياً بتحس وكأنه الشريك ما عم يفهمك ولا عم بيقدر الضغوط يلي عم تتعرض لها، فبتحاول أنك توصلوا هيدي الفكرة بأسلس طريقة كرمة تتجنب المشاكل. عزيزي العقرب. مهنياً عندك فرص كتيرة لإثبات حالك ولتطوير أعمالك، فما تضيع وقتك على مواضيع ما بتفيدك وركز على الأهم. عاطفياً جاذبيتك وثقتك بنفسك بخلوا الحبيب متعلق فيك. أما إذا كنت متزوج وعندك ولاد، حاول تخصص وقت لإلهم وتتقرب منهم أكثر. صحياً ممكن تنعكس أوضاعك بالشغل على صحتك ونفسيتك وتخليك موتر وتنفعل بسرعة، فجرب انتبه على هذه المواضيع قد ما فيك. القوس. مهنياً عم تتصرف بطريقة محترفة وصحيحة وعم تعمل واجباتك كاملة، وهيدا الشيء عم بيعزز ثقة زملائك والمسؤولين فيك. أما عاطفياً زيارة مفاجئة من حبيبك السابق بيحاول من خلالها يرجع علاقتكم لسابق عهدها. المطلوب منك هيدي المرة إنك تفكر بعقلك قبل قلبك. الجدي. مهنياً بتبلش نهارك بمحاولة لتنهي مجموعة الأعمال الكتير المتراكمة عليك هيدي الفترة، وبتحط قدامك هدف ورح تشتغل على تحقيقه. أما عاطفياً حاول السيطرة على انفعالاتك وما تعاتب الحبيب أو تنتقده على تصرفاته، وخاصة قدام الأصحاب أو العائلة. نوصل لبرج الدلو. مهنياً بيعترض بعض الغيورين والحاقدين على مشاريعك الجديدة وبيعرق لخطواتك، وهذا الموضوع بيأثر سلباً على ثقتك بنفسك، فبتعيد حساباتك من أول وجديد. أما عاطفياً بحذرك من التسرع أو التهور بالقرارات يلي ممكن تبعد الحبيب عنك وتثير له شكوكه، وهيدي المرة إذا خسرت أيها الدلو الحبيب ما رح ترجع تعود هيدي العلاقة. أما الحوت.
مهنيا بتخرج اليوم من عزلتك الطويلة وبتبلش توسع تحركاتك ونشاطاتك وبتتشارك مع الزملاء بتحقيق الأهداف يلي رسمتوها بالماضي سوا. أما بالحب انتبه كيف عم بتعامل وتتصرف مع الحبيب إذا حابب أنك تحافظ على هيدا العلاقة وما تخسره. أما صفات مولود برج اليوم: محاور ومناقش ممتاز، بيجمع من حوله كل المعلومات يلي ممكن تساعده ليكون ملفت للنظر بثقافته وين ما تواجد، فهو مستعد بقى لساعات عم يتناقش بموضوع معين بهدف الوصول لنتيجة مقنعة. بيساعد الآخرين، بحب العجقة والضجة وبيكره الأماكن الرايقة، محبوب بسبب خفة دمه وكيف بيساعد الناس يلي حولي. أصدقائي، هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم. أنا حب أذكركم بالإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألون أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، أوروسكوب إليان @hotmail.com، وأنا أكيد رح جاوبكم. وهلأ بدي أترككم مع باقي فقرات الايف لليوم. إلى اللقاء.